خلينا نروح برضو لخبر تاني، ويعني مصائب قوم عند قوم فوائد، ده المثل اللي ممكن يعبر عن الاستفادة اللي حققتها مواقع التواصل الاجتماعي المنافسة لفيسبوك وواتساب بعد أزمة انقطاع الخدمة واللي حصلت من يومين. من التطبيقات اللي استفادت بشكل كبير من تعطل الواتساب هو التليجرام، وده اللي أكد مؤسس تطبيق تليجرام بافيل دوروف، اللي قال إن التطبيق تم تحميله من 70 مليون مستخدم جديد خلال فترة انقطاع خدمة الفيسبوك يوم الاثنين اللي فات، خصوصا إن الخدمة اتقطعت لأكثر من 6 ساعات. وهينضم لينا عبر الهاتف المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس. صباح النور، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا باشمهندس. يعني يمكن الخبر ده هو بيبين إحنا إلى أي مدى وإلى أي درجة بقينا معتمدين على التكنولوجيا، وبقت خلاص أمر واقع جدا في حياتنا. إذا كان فيسبوك ممكن يكون واقع، فممكن إن هو الناس تستغنى عنه كم ساعة، إنستجرام نفس الحاجة، لكن اللي عمل مشكلة أكتر كان يمكن واتساب، وهو الناس بتستخدمه في الشغل، بتستخدمه في العمل، في نقل الملفات المختلفة، وبالتالي كان الضرورة لاحتياج وجود بديل. أهمية وجود البدائل المختلفة في التطبيقات حضرتك شايفها ازاي مع ادراكنا لاهميه استخدام هذه التطبيقات؟ وخلينا الاول بس متفقين ان المواقع التواصل الاجتماعي هي قوه كبيره جدا جدا جدا، تقدر ان هي تجمع العالم. خلينا متفقين ان مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستجرام، واتساب، كانوا قوه كبيره جدا، ويمكن وضحوا للناس أهمية فعلا مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لو في شخص فعلا قدر ان هو يتحكم فيهم زي مارك، فالتبعيات بتاعتهم بتكون يعني كارثية بالنسبة للناس اللي شغلها متوقف عليهم. طيب، حصل ان بافيل دوروف طلع اتكلم وقال والله يا جماعة احنا 70 مليون بالنسبة للتليجرام، واصلا في ارقام غير معلنة برضو تم اعلانها، مثلا تطبيق زي قدر مثلا بحوالي 60 مليون. في تطبيقات تانية برضو زي لاين، زي فايبر، بدأت ان هي تاخد حصص اقل في يعني مشتركين الجدد. عندنا اصلا برضو من ضمن الارقام يعني المختلفة، تويتر مثلا زاد اللوجين عليه بالنسبة للناس اصلا اللي هي اوريدي اصلا سايند ان وكده، لمعدلات مهولة. يعني تويتر وصل ان هو في نفس الوقت اللي كان فيه العطل وصل لواحد ونص لحد 2 مليار مستخدم في الوقت ده، وده رقم ضخم جدا جدا جدا. فيسبوك بجلالة قدرها توصل له في بعض الاحيان واحيان ثانيه لا، وعلى علم طبعا ان فيسبوك رقم واحد من ناحيه الكثافه الخاصه بالناس، وتويتر بيجي من رقم 2 يعتبر يعني الى حد ما. فالقصه في كده طبعا حسن استغلال الأزمات كمان. يعني تويتر تحديدا يا باشمهندس أحمد كان نزل شوية تويتات ساخرة، وأيضا يعني كان حتى فيسبوك استخدم تويتر في أن هو يعلن عن العطل وأن هو يتحدث مع مستخدميه. برضو دي حتة ماركتينج أو حتة دعاية حصلت ولو بشكل غير مقصود لتويتر. طبعا حضرتك أصلا من حوالي كذا شهر إحنا لو رجعنا بالذاكرة هنلاقي أن إيلون ماسك طلع نزل تويتة ايام الحرب اللي كانت على تطبيق واتساب، وقال يا جماعه في تطبيق اسمه سيجنال كلنا هنروح له. هو حط بس كلمه سيجنال وصبرت ان انا بصبرت مثلا سيجنال، الناس كلها راحت على تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بسيجنال، وناس كتير جدا يعني بدات ان هي تستخدمه، لدرجه ان اسهم البورصه بتاع حتى الشركات الثانيه اللي هي ريليتد بكلمه سيجنال حتى لو ما كانتش طالعه للتطبيق كلها زادت بشكل كبير جدا. احنا هنا بنتكلم عن المؤثرين في صناعه. بس باشمهندس خليني اقول لك حاجه، ان هو التطبيقات دي مهما كترت ومهما زادت، هو سيجنال موجود من زمان وتليجرام موجود من زمان، وانا شخصيا كان عندي الاثنين بس ما بستعملهمش. يعني احنا متعودين على الواتساب، متعودين على الانستجرام، متعودين على فيسبوك، ابلكيشنز معينه احنا تطبيقات معينه احنا متعودين عليها، يمكن هي اللي احنا بنحس فيها خلاص يعني لازم هنفتحها، ايدينا بتروح لها من غير ما نفكر. بس تفتكر ان هم شركه يعني الفيسبوك والواتس اللي حصل ده هياخدوا احتياطاتهم ان هو ما يتكررش تاني، او هيطوروه بشكل مختلف؟ ولو التطوير ده حصل هل ممكن ياثر على الابلكيشنز الثانيه؟ طيب هستاذنك في حاجه، اي حد ممكن هو يقدر يعملها، يدخل على فيسبوك عادي، يدخل على جوجل عادي جدا ويكتب عطل الفيسبوك، اوكي؟
هنلاقي عندنا كل مثلا شهرين ثلاثة هتلاقي فيسبوك طلع خبر كان عندنا عطل كذا 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 خاص بينا. فإذا الأعطال متكررة، ممكن إن هي في الفترة الأخيرة كمان توصل لشهرين وثلاث شهور، كل شهرين وكل ثلاث شهور بنلاقي عطل. بس عمره ما وصل للي احنا وصلنا له من يومين ده، اللي هو 6 ساعات العالم اوف لاين. يعني هو على فكره كان في من حوالي كذا شهر كان في عطل في ماسنجر فقط لا غير، العطل ده قعد حوالي مثلا 3 4 ساعات. هي الناس ما حسيتش بيه قوي لان كان في بديل له اللي هو الواتساب. بعدها على طول طلع الحرب اللي كانت على الواتساب، واللي كانت برضه هي ليها حق طبعا او ليهم حق في الحرب اللي طلعوها دي نظرا لقصه الخصوصيه وما يتعلق بيها. فانا بكلم حضرتك هنا في اليه خاصه بالاعطال، وهي فكره ان الاعطال لا متكرره، والكلام ده لو احنا قسنا السنه اللي احنا فيها دي احنا بنتكلم في 4 5 اعطال. احنا كده حضرتك في سنه واحده. فاذا الموضوع متكرر، وخلي بالك هو ده امر طبيعي جدا نظرا لان في حاجات خاصه بالصيانه، نظرا لان في احيانا نقل مثلا بعض اللومينات على مثلا دي ان اس تاني على اكتر من حاجه تانيه، ففي حاجات كده كتير جدا بتحصل. يعني بطبيعه الحال الطبيعي ان يحصل ده، ولكن الطبيعي برضه ان هو ما يكونش بالعدد الساعات الضخم جدا اللي احنا عشناه ده، لان ده طبعا بيأثر عليهم بشكل خاطئ. واللي متابعيه احنا بنتمنى ان هو ما يتكررش تاني، لان في ناس كتير جدا اتعطلت وناس كتير جدا شغلها وقف واتدمرت. ده هيخلينا نفكر مع حضرتك بصوت عالي يا باشمهندس، فكره ان العدد كبير جدا من البشر او من الناس في دول مختلفه تكون بتستخدم نفس التطبيق، مش عايز اقول تحت رحمته، ولكن ما هو في تطبيقات تانيه، ايه المانع ان هو يبقى فيه بدائل واحنا بالفعل بتبقى موجوده على الموبايلات او على الاجهزه اللي بنستخدمها، وتبقى بدائل موجوده مش لسه نقعد ندور يوم ما يحصل مشكله في حاجه البديل موجود، وبرده يعني يبقى في سهوله تنقل ليه، ما يعطلش زي ما حصل الدنيا بالنسبه لهيئات واماكن وشغل عمل ناس كتير، يبقى البديل موجود واحنا حاطينه اللي هو بلان بي زي ما بنقول او الخطه البديله. طيب انا يعني اتمنى ان احنا ممكن من المكالمه دي نتبنى حاجه احنا واداره القناه، وهي فكره ان احنا نعمل هاشتاج ان احنا يكون عندنا مواقع تواصل اجتماعي عربيه مصريه احنا اللي عاملينها، وعندنا بالمناسبه شباب يقدروا ان هم يعملوا حاجات تنافس فيسبوك وتنافس تويتر. ليه؟ احنا على فكره كل المؤسسات الكبرى في اي قطاع، اي بي ام، مايكروسوفت، ايا كان في كل حاجه، احنا عندنا الشباب المصري هو المغذي الرئيسي لكل الحاجات دي. وانا ممكن اذكر حاجه اسماء اصدقاء ليا، فبنتكلم هنا القدره زي ما روسيا وزي ما الصين عملت شبكات تواصل اجتماعي خاصه بيهم، عملت براوزرز خاصين بيهم، عملت متصفحات يعني خاصه بيهم، عملت بلاتفورمز جاهزه افضل او تنافس يعني فيسبوك بشكل كبير جدا. طبعا يعني باشمهندس طبعا احنا كلام عن السوشيال ميديا وعن الابلكيشنز وعن التكنولوجيا بشكل عام مش هيقف، وكل يوم في حاجة جديدة، وطبعا أي حاجة بيدخل فيها التكنولوجيا معرضة إن هي يحصل فيها أي أعطال أو أي حاجة توقفها لفترة. شكرا جزيلا مهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات.